تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد، وذلك في مرحلتها الثانية والعشرين وحتى نهاية الشهر الجاري. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. تستمر فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. الحمد لله كل البضائع الاستراتيجية متوفرة بكثرة وبأسعار مميزة، وأسعار المبادرة أرخص من السوق كله، وإحنا مستعدين إن إحنا نشارك في أي مبادرة تيجي تاني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة كويسة والمنتجات سعرها أقل من العادي، ونشكر الرئيس على المبادرة الجميلة دي. طبعا بنشكر سعادة الرئيس على المبادرة، ودي حاجة كويسة. بعدد من فروع السلاسل التجارية تصل إلى 1002 فرع على مستوى الجمهورية، تتوفر السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 60%، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لسهولة الوصول إليها. والله مبادرة كلنا واحد دي حاجة جميلة جدا، وسعيد بالأسعار اللي أنا بشتري بها. إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن المبادرة امتدت لشهر 7، ونتمنى من سيادة الرئيس إن هي تتمد على طول. مبادرة كويسة، في فرق أسعار وحاسين بيها. فعلا بننزل نلاقي الأسعار مختلفة عن بره كتير جدا جدا جدا. بنشكر السيد الرئيس طبعا على إن هو دايما حاسس بالمواطن ودايما يوفر لنا السلع دي. كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تخفيفاً عن كاهل المواطنين. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. تأتي أهمية مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية، فهي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة.